أزمة أنغام وأبوها خرجت للنور من جديد بعد حوالي 30 سنة من لقاء أنغام في برنامج حوار صريح جدا، واللي تم اتهامها فيه بأنها ابن عاقة، وتصريحات متبادلة بينها وبين والدها، وردها الشهير في النهاية اللي كلنا فاكرينه لما قالت أنا مش قاصر. الرد اللي بأمانة شديدة خسرها جزء كبير جدا من الجمهور اللي تعاطف مع أبوها في الوقت ده، والجمهور فضل رافضها لمدة طويلة واستأمن ردها لأنهم شافوا إن أنغام كانت عايزة تتحرر من القوالب، وكانت رافضة إن كل حاجة كل لحن أبوها بس، لأنها مع الوقت فعلا حست إنها لازم تخرج من عبايته وتشوف نفسها، والبعض شاف إنها فنانة ومغنية كويسة، لكن على المستوى الشخصي فهي مش برة بأهلها، فكتير من الجمهور كان قرارهم مش هنسمعها. الأغرب بقى إن الجوازة الأولى في حياة أنغام تمت بدون رضا والدها، لأن في الوقت ده كانت مستقلة بقراراتها وحياتها. هي راحت من وراها اتجوزت مهندس الصوت وانفصلت عنه فنيا وانسانيا، وفضلت العلاقة بينهم منقطعة تقريبا بسببها، وكان ما بينهم مشاكل كبيرة وقضايا، والاضطراب في علاقتها ما كانش مع والدها بس، لا دي كمان علاقتها مع اختها الراحلة غنوة واخوها من ذوي الاحتياجات الخاصة وانكارها المستمر لوجوده، والفضيحة اللي حصلت لانغام لما اخوها ده ظهر في حلقة من الحلقات مع ريهام سعيد في برنامجها بيتسول عشان العلاج، والناس قالت اخو انغام بيشحت بعد ما رموه، بس الموضوع مع الوقت تقفل. بس قالت أنغام في آخر ظهور ليها في برنامج اي بي توكس إنها عانت في طفولتها بسبب ضرب أبوها لأمها، ولما قررت تبعد عن عائلتها أبوها رسم صورة عنها بتدفع ثمنها لحد النهاردة. طبعا هي تقصد إن بيتقال عنها إنها جحدة وملهاش خير في أهلها، وطلعت شتمت أبوها في البرامج بعد ما كان السبب في اكتشافها. ما حدش يمكن إنه اكتشفها وقدمها للجمهور، لأن هو اللي عمل لها أول غنوة وهي بنت 9 سنين، وكان وقتها هو المتحكم في كل حاجة، وهو اللي مسيطر على كل حاجة بخصوص بنته، وهو اللي لحن ليها كل أغاني ألبوماتها الأولى. كل حاجة كانت بالاتفاق معاه وباسمه، وهو بس اللي بيتكلم، وكانت مش مصدقة نفسها لما محمد عبد الوهاب ادها لحن هدية في تاني شريط ليها عشان هتغني للحن غير لحن أبوها، لكن هو زي ما ادها الشهرة ادها شعور مؤذي لطفل بيشوف أمه بتضرب قدام عينه ومش عارف يعمل لها أي حاجة، وبكده يكون اتحل اللغز اللي محدش كان قادر يفهمه، وهو ليه أنغام عملت كده في أبوها وليه أنكرت فضله وبعدت عنه. وطلع إن السبب في كل اللي عملته إنها كانت بتحاول تحمي نفسها وتتخلص من أذى نفسي مش قادرة تتخطاه لحد النهاردة، وبالرغم من إن حصل صلح بين أنغام وأبوها يمكن أكتر من 10 سنين وبقت الحياة ما بينهم سمنة على العسل، إلا أنغام مصممة إنها ما تنساش اللي عملوا فيها زمان.